إن المسرح ليس فقط حاملاً لقيم مجتمعية لمجتمع ما فحسب، بل إنه يقوم بدور فعال ومؤثر في قيم ذلك المجتمع. ونحن نحتفل هذا العام بمرور 3 أعوام على تأسيس المسرح الوطني اللبناني في مدينة سور، نتذكر هذا المد الذي انطلق من الرائد المسرحي مارون مقاش في العاصمة بيروت، ومنه إلى كل البلدان العربية. وتكتمل الحلقة في هذا الاحتفال هذا العام بالاحتفال الخاص بالفنان العربي عراقي الأصل مصري الإبداع نجيب الرحيل، الذي أثر بإبداعه في جميع المجتمعات العربية. أبارك لكم احتفالكم هذا الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمسرح في 27 مارس 2023.